الأسبوع ما زلنا طبعا في بؤرة الأحداث المتعلقة بليبيا، ما زالت هناك محاولات لعودة المصريين من ليبيا. يمكن زميلي عبد الله منتصر موجود الآن، مراسل كلام تاني على منفذ السلوم، وبعت لي التقرير النهائي حول حركة منفذ السلوم النهاردة. وصل النهاردة 1431 مصري، دخلت 132 شاحنة وصول، 163 شاحنة مغادرة، 210 ليبي دخلوا مصر، 256 ليبي غادروا مصر، ومازال المنفذ منفذ السلوم مفتوح حتى الآن. إجمالي عدد المصريين العائدين من ليبيا منذ المسبحة الخاصة بال21 مصري وحتى الآن 21700 مصري. الزميلة ياسمين عادل في دور على الناس التقت بعدد من الليبيين الذين عادوا إلى أرض هذا الوطن، من المهم أن نستمع إليهم في دور على الناس. دور على الناس في قلوب الناس، دور على الناس في قلوب الناس، هتلاقي خير وخير في الناس. دور على الناس. منزل وزوجة واستقرار، حلم سعى عبد الله وطه لتحقيقه بالسفر إلى ليبيا، تاركين أهلهم وقريتهم الفقيرة بعدما فقدوا الأمل. لكنهم عادوا فجر اليوم بعد الأحداث الأخيرة تحقيقا لرغبة ذويهم. بني عقبة قرية الفقير محرومة من كل حال، ما فيهاش واحدة صحية. يعني احنا النهار الواحد ما يضعف مننا مش عارف يروح فوق منا. طلعت اشتغل برا عشان يجيب فلوس، انا ما فيش فلوس. سلكت 3000، ومن ساعة ما راح وانا يعني يعلم رب تعبان على الاخر. واول ما لقيت القلق دي اشتغل خلاص وقلت لازم تنزل. والله سافرت ودفع الفلوس دفعت هناك وشحطت. هو اللي انا دريت عليه ده ضرب وضرب وبتاع خلاني جيت. انا كنت مش شايل وقت، كنت هقعد شويه بس الضرب ده هو اللي قلقني خلاني جيت. والله هو شاف موت بعينه وراي، شاف موت بعينه، لانه هو راح تهريب ما راحش. لما هو قال لي انا كده أنا شفت موت بعين، يعني أنا لو عارف اللي هيحصل ده ما كنت جيت المكان ده. كلنا مقلقين، كلنا قاعدين في عمارة مقلقين. أنا أول واحد خفت وجيت استلفت فلوس عشان أجي لأهلي، يتصل علي أهلي يقولوا تعالى وأنا خايف. خلاص والله أنا ماشي السفر تاني، هقعد هنا خلاص، نفسي وقت من السفر. اللي حصل ده كده خلاني ما أقدرش أسافر تاني. أنا ما نمتش هنا من الزعل، يعني ما جاش ادله 3 ايام في الطريق، ما جاش الا النهارده، جه من ليبيا النهارده الفجر واحنا قاعدين مستنيين. هذا اللي حصل في السهر. والله كنت بحلم ان انا اعمل بيت واتجوز، والحمد لله ربنا مقدرني، يا دوبك بنيت البيت بس. عايزين يعيشوا مرتاحين وخلاص، هذا اللي احنا عايزين، ياكلوا ويشربوا ويعيشوا في امان ومرتاحين وخلاص. والله انا نفسي انا عايز ارجعها تاني، لو هدت هرجع. ما انا بتكلم الصراحه، لو هدت هرجع، ما مش عاجبني جيت لقيت الوضع هو هو. بلدنا مهما تهين ولادها بهي بلدنا. ذهبوا حاملين أحلامهم على أكتافهم والإرهاب جردهم منها، فعادوا بدونها حالمين بوطن يحقق أمنياتهم دون الخروج منه. طبعا الكلام الاولاني اللي بيتقال في هذه المساله، ما هم اهالينا اللي موجودين دول اللي شفنا معاناتهم، لو كان عندهم فرصه عمل حقيقيه ومصدر للدخل في هذا الوطن ما كانوش غادروه، لان ما غلبك على المر الا اللي امر منه. ده كلام اولاني. خلونا بقى يا جماعه بصراحه نتكلم كلام تاني. احيانا احنا بيبقى عندنا فرص عمل احنا مش قادرين على استغلالها بشكل كبير جدا. الاسبوع الجاي هيبقى عندنا تحقيق تلفزيوني مهم من منطقة 6 اكتوبر اللي بقى فيها مساحة معينة او مكان معين للاخوة السوريين بيمارسوا فيه كل الانشطة الاقتصادية اللي ممكن تتخيلوه. ما هم السوريون على ارض مصرية خلقوا فرص عمل، يبقى احنا كمصريين قادرين على خلق فرص عمل. هذا كلام يمثل كلام تاني من وجهة نظرنا، ولا يقلل أبدا من حجم المعاناة اللي بيعانيها أهالينا، لكن خلونا برضو نفكر في
الكلام التاني لأنه مسألة في غاية الأهمية. هاخد فاصل إعلاني وارجع لحضراتكم تاني.